عجينة البيتزا وعلى طريقتي، قطنية وهشة ولذيذة. أول شيء راح نجيب 4 أكواب طحين، وبعدها ملعقة خميرة والسكر والملح، وأيضا 4 ملاعق من زيت الزيتون، وكوبين من الحليب الدافي. والحين نكسر بيضة وعجن يا معلم. طبعا راح نعجن لمدة 10 دقائق متواصلة. الحين نشيل العجينة ونحطها في ماعون. طبعا الماعون أنا حاط عليه زيت زيتون على أساس لخمرت لا تتلزق وايد. والحين بعد ساعة صار حجمها دبل وصارت جدا قطنية. وعلشان نجربها على السريع يا قلبي، قلنا نسوي بيتزا بالجبن ونبتدي نذوقها. والحين راح ندخلها الفرن. A few moments later. والحين صارت البيتزا جاهزة معانا، خلينا نذوق العجينة. شوفوا العجينة شلون قطنية ومتينة وسميكة بنفس الوقت لذيذة. يا سلام. لا تطوفكم، جدا روعة.